سمير قريجم رئيس جمعية نصور قرطاج للكاراتيه شوتوكان بحمام سوسة. اليوم عندنا عرس رياضي هام وهو دورة مغاربية في رياضة الكاراتيه دون 13 سنة للأطفال بمناسبة المهرجان الدولي للطفولة. عدد اللاعبين 370 لاعب، تهم من أهم الجمعيات على مستوى الوطني ومن أهم الجمعيات على المستوى المغاربي، من ليبيا الشقيقة ومن الجزائر الشقيقة، وإن شاء الله تشوفوا معناتها أجواء طيبة والناس الكل فرحانة. إن شاء الله ننجحوا على مستوى التنظيم ونكونوا من حسن الأحسن، وكنا نساهموا في النهوض برياضة الكاراتيه والرياضة الفردية بصفة عامة، وإن شاء الله أنتم تكونوا المراسلين نتاعنا وتنوروا الصغيرات والشباب هذايا اللي هو شباب المستقبل، وبارك الله فيكم. أهم المشاركين في الدورة هذه بطبيعة بقطع النظر على جمعية نصور قرطاج اللي هي جمعية عريقة، عندنا الجمارك الليبي، وعندنا الشرطة الليبية، وعندنا نادي الشعال الليبي، وعندنا نادي ميلا، وعندنا نادي ميلا الجزائري، وعندنا نادي عين البيضاء الجزائري، مع الجمعيات الوطنية التونسية المتألقة. كريم السكلي رئيس رابطة الوسط الكاراتيه. دورة المغاربية الأولى لنظمها جمعية نصور قرطاج بحمام سوسة ضم 360 لاعب مع 20 جمعية من مختلف الجهات، يعني تونس كاملة، بحضور زوز دول اللي هما الدولة الليبية شقيقة والدولة الجزائرية شقيقة، وإن شاء الله نشوفوا السنة المقبلة دورة أكبر بحضور الأخوة المغاربة والأخوة من موريتانيا. دورة إن شاء الله تنظيم محكم، حضور أكثر من 35 حكم دولي وإفريقي، وإن شاء الله دورة باش تكون ناجحة بحكم مجهودات الأخ سمير قريجم اللي قام بتنظيم محكم. نحب نشكر بالمناسبة الجامعة التونسية للكاراتيه وعلى رأسها السي حسن القربي، بلدية حمام سوسة مشكورة بالدعم اللوجستي والدعم المادي اللي قامت به، أهالي مدينة حمام سوسة والأخوة الحضور وجميع الأخيان اللي ساهموا في تنظيم هذه الدورة، وشكرا. بختلا فوزي رئيس رابطة ميلا لكاراتيدو، رئيس وفد الشباب الرياضي لبلدية عين البيضاء حرش، اللي مشارك بمصارعين بختلا محمد ضياء الدين أقل من 40 كيلوغرام، حنوفة هيثم أقل من 35 كيلوغرام. احنا أول حاجة نشكر السيد سمير قريجم رئيس نادي نصور قرطاج على هذه الدعوة اللي كانت دعوة فرحنا بها كثير، لأننا تونس راهي بلد شقيق، دورات راهي تمر في ظروف جيدة جدا ممتازة، تنظيم مقبول لحد بعيد. نتمنى النجاح لإخواننا التونسيين خاصة أخونا سمير قريجم على في إنجاح هذه الدورة، ونشكره مرة أخرى، وحظ موفق لجميع الرياضيين وجميع المصارعين خاصة إخواننا الليبيين، وشكر موصول لكم كقناة تلفزيونية، وشكرا على هذه الدعوة مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف رج مدرب نادي اتحاد جمارك ليبيا، وجينا المشاركة في البطولة المغربية هذه الأولى تقام في سوسة، وكانت يعني بطولة بعدد كافي ما شاء الله، يعني كل وزن يعني يقارب كل وزن 50-60 لاعب، وتكون يعني بإذن الله بطولة ناجحة 100%. ويعني احنا مشاركتنا الحمد لله يعني بإذن الله، يعني احنا في الأولاد احنا جينا كمشاركة وجينا كمعسكر، لأن فريق الشباب هيدخل في معسكر تدريب لمدة أسبوع يستعداد البريمير ليج، يعني وبإذن الله إن شاء الله يعني تكون بطولة تنظيم دولية إن شاء الله، وإن شاء الله تكون بطولة عالم الجاية. ونشكر السي سمير يعني بارك الله فيه، هو نصور قرطاج يعني الشهادة لله، يعني ما شاء الله
نظام ويعني ما شاء الله تنظيم وربي شكرا بارك الله فيكم. صفرة. أيوة. من بلاد؟ من بلاصة؟ حمام سوسة. حمام سوسة اسمك؟ حمزة. حمزة. صحيح ده حمزة. أي اسمك أنت؟ يوسف بن مزعود. أيوة. عجبك المشاركة اليوم في المسابقة؟ عجبت. صحيح. مشترك فيها حتى للآخرة. أي. ده ربي معك. ربي معك. عايش. هاشم بالكحلة. ايش تعمل هاشم؟ شنو شاركت؟ شاركت في الكاراتيه، عملت دورة مشاركة مش تربحها؟ ايه. مش باش تربح؟ كاسة؟ ايه. ان شاء الله تربحها؟ ان شاء الله. عايش ولدي. الخليفة من دار شباب حريات. من دار شباب حريات. يا والله كي تجي تشوف معناتها مسابقة في نفس الوقت معناتها نتعرفوا على بلدان أخرين وإحنا بطبيعتنا دولة واحدة معناتها شنية ليبيا شنية تونس شنية الجزائر فهمت هو مغرب عربي كله. والدورة هذه شكون يشارك فيها أخصائيين بالضبط من بلاد؟ نحن شاركنا من تونس من الجزائر من ليبيا ومن المغرب. بون المغاربية كانت عندهم مشكلية صغيرة ما جاوش مي الحمد لله كثير فما حتى مشكلة ما صار حتى خلق لاباس الحمد لله هنا قاعدين نلعب ومرحبا بالسكول. ودورة والمشاركة نتاعك كيفاش كانت اليوم؟ باهي والله عندنا صغيرات لعبوا وانا قاعدين معناتها ناخذوا ميزاننا معناتها مصارعاني بيه معناتها فما خدمة فهمت فما تقدم فما تحسن على جميع المستويات وان كان تكنيكمون ولا وقاعدين نتطوروا كاراتيه معناتها ما عادش بون بارابول برشا بلدان اخرين معناتها تونس تسمى من الاوائل في الكاراتيه الحمد لله. لا بارك الله فيك. عايشك ما حدا مشكل ميرسي بوكو عايشك. مدام ليلى بكوش كنت انا رئيس جمعيه الابداعات التونسيه بلا حدود شيف بروجي في جمعيه ابن النديم ناشطه في المجتمع المدني وفي الشان السياسي. كنت انا وسي سمير كانت الفكره انه نبداو في حمام سوسه نشاط ثقافي رياضي. الور سمير من اكثر الناس الرياضيين في حمام سوسه الناشطين الجهه والجمعيه نتاعو تحصلت على ميداليه قبل. انا وياه عملنا معناها الدوره هذه معناها كيفاش نفسر لكم انه الدوره هذه اخذت منا برشا جهد برشا ناس شاركت معنا بارك الله فيهم. اليوم عندنا اكثر من 400 طفل معنا في الدوره معنا حكام معنا رجال من حمام سوسه وقفت معنا بارك الله فيهم الناس الكل باش نجمنا وصلنا اليوم للدوره. اكثر حد نحب نشكره بالكدا هو رئيس الجمعيه اللي يوقف سي نجيب سليمان كيف كيف وفي الاخر ننشط ساحل تي في اللي اتاحت لنا الفرصه باش نوصلوا صوتنا هذا الشيء بارك الله فيهم انهم عاونونا اليوم.